أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. قالت مجلة الجيش الجزائري إنه بعد تجديد ثقة الشعب الجزائري في الرئيس عبد المجيد تبونة وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، بشر مهامه لعادة ثانية، مواصلا حمل أمانة ثقيلة ومستكملا مسار بناء الجزائر الجديدة لتحقيق المشروع النهضوي للبلاد، وهو مسعى نبيل يحظى بكل الدعم من طرف كافة الجزائريين المخلصين المدركين لحجم التحديات القائمة في الفضاء الإقليمي والدولي. افتتاحية مجلة الجيش لعدد شهر أكتوبر أكدت أن العهدة الثانية ستشكل مرحلة جديدة لتعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية الهامة التي ميزت العهدة المنتهية رغم الظروف الاستثنائية التي ميزت انطلاقاتها والتي تحققت خلالها الكثير من المشاريع الوطنية الحيوية، فضلا عن الورشات المفتوحة في العديد من المجالات. باشرت لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، حيث رفع مقدمو الالتماسات من مختلف مناطق العالم لصالح تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي غير قابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال المغربي الذي طال أمده. قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 47 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا على غرب روسيا، ولم تسفر الهجمات عن الإصابات. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الوحدات أسقطت نحو 24 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية جنوب غرب روسيا، في حين تم تدمير العدد المتبقي فوق مناطق بلغرود وكورسك وروستوف وكراسنودار وفوق مياه بحر أزوف. أعلن جيش كوريا الشمالية أنه سيقطع جميع روابط الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من اليوم، وسيعزز وجوده عند الحدود. هيئة الأركان العامة لكوريا الشمالية أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ردا على مناورات عسكرية أقيمت في كوريا الجنوبية التي وصفها بأنها الدولة المعادية الرئيسية والعدو الرئيسي الذي لا يتغير، فضلا عن الزيارات المتكررة للعتاد النووي الاستراتيجي الأمريكي إلى المنطقة. نهاية وجيز، إلى اللقاء.